جت يلا مزه مزه بس عشان مع الكابتن خش اتضرب وانت ساكت. خش خش يا ذكر يلا وريني نفسك. انا مش ابن كلب يا مفتري. لا ابن كلب وزبالة. انت مين يا انا؟ استوب من ايه ده زبالة؟ كفاية اطلع برا زبالة ده. استوب ده زبالة ابن كلب. اقول لك اسكت. يلا بسرعة على ايادي. يلا مش قادر يا احمد. ان شاء الله صاحبك هيبقى كويس. احمد انا عايزك تعدي عليا بكرة عشان اعمل لك اختبار. انا حاسس ان انت خامه كويسه. ربنا يخليك كابتن. ويخليك. عن اذنك اتفضل يا كابتن. انا مش عارف اقول لحضرتك ايه. احنا تعبناكي معانا. انا اسف والله العظيم يعني على اللي حصل يعني. لا ده واجب وبعدين انتوا ضيوفنا وده حقكم علينا. لازم يعمل اشعه رنين بسرعه وتجيبها لي بكره. بس اهو البيت اهو. يا عم خلينا قاعدين شويه. انت فاكر نفسك في الملاهي؟ شاكرين جدا على الذوق والاخلاق والجمال. خلي بالك من صاحبك. ربنا يبارك لك يا رب. يلا يا تايس. شكرا. بقول لك ايه يا احمد؟ هو البنات اللي في النادي زي اللي بيطلعوا في الكليبات؟ كليبات مين؟ دول قمر. قمر. اتريك شفتان في الموضوع جامد بقى. وانا بتاع الكلام ده برضو. انت الكلام ده ولازم اقعد اعرف دلوقتي حالا. يا ام احمد خد يا بنت. عارفه لو قلت لها اقطع رقبتك كل ما تقولي لها كل ما بتاع الباب. لا يلا صغيره على الكلام ده. افتحي صغير. هو الباب بقى لكبار فقط ولا ايه؟ ايوه. لا والله مين على الباب يا ايمان؟ حي مودي واحده من بتوع الكليبات. انا ما شفتهاش غير بعد ما مشيت بالعربيه فقلت اجيبها لك. ربنا يخليك. الحمد لله ما وقعتش.